في الدار الخضراء في الشيء تنفوذ الحباوي للتسيلة. اليوم اليوم السبت أنا ورشات ثقافية لدار الثقافة يومي في الأسبوع السبت، وعندنا صباحا كاين ورشات ورشة اللغات فرنسية وإنجليزية وألمانية. The third person. This is class to learn English about every level. Mm-hmm. As everyone can come and learn. انتقل لواحد من التلاميذ، شكون انت وليدي؟ محمد شكوش عبد الملك. ايه واش راك دير هنا؟ تعلم انجلي. ايه واش المستوى عندك؟ رابع متوسط. رابع متوسط، وهنا راك مستوى اول ولا ثاني؟ اول. اي سما عندك نقص شويه بارابور الاخرين، واش رايك بعد قدها قريب دوك لحد الان؟ قريب شد. بديت من سبتمبر. ايه ايه واش بديت من اكتوبر. can you speak in English please? What's your name? My name is Mohammed Shikosh Abdul Malik. I am 14 years old. Very good. I live in Sila. I am learning English. Who is your teacher here? Ben Ali. Do you like her? Yes. You are satisfied with that? Good. Let's move to another one. Who are you, please? My name is Mohammed Shikosh Abdul Hakim. In Lahibak. I am 17 years old. I live here in Sila. I study in Dar Thaqafa. My teacher is Ben Ali Samira. Samir. And you are here from October, I think. Yes. So do you like to come here? Yes, I like. She's teach me English. She teaches you. English. So she teaches me, you say? Repeat, please. Yes. Repeat, please. She teaches me English. On est ici pour, je suis là pour enseigner la langue française. السلام عليكم. السلام. ربي يعاونكم. كيفكم لاباس؟ اهلا بك. هنا الورشة تاع الهندسة، لاتولي تاع الهندسة. ويتعلموا الفن التشكيلي بكامل تقنياته. يتعلموا في القدم بالالوان الزيتية، بالالوان المهنية، بعدة تقنيات، والطلبة يتعلموا شكل حصة يتعلموا. هل هو عبارة عن دورات يعني ولا
لاتولي مفتوحه اللي يحب يابوني شاك 3 mois تدخل دفعه جديده شاك 3 mois يدخل دفعه تسجيله تبدا في اكتوبر ابخي تبدا ان شاء الله في ديسمبر هذا الجاي شاك 3 mois تبدا دفعه جديده وقت ايش يتخرج الطالب هي نورمالمون كل دفعه تدي لا باس الاولويات تاع الفن التشكيلي ابخي وحده يكمل كل شيء يسمى هذو عندهم تقريبا قريب يخلصوا ولا هذو الدفعه تاع العام اللي فات زادوا عاودوا جد السلام عليكم وي انت قبل عاودتوني تومي الله يبارك من وقت انت هنا من وقت انت تدرس العام اللي فات ايه واش تعلمت الحمد لله تعلمت تسمى الكريو هو لا باس حوايج بزاف الكريو عندنا شيخ ما شاء الله الله يبارك هذه هي دوك انا في وبالكريو دوك انا تقدر دير مثلا لي بورتري ولا الاجسام يعني مختلف نقول لك يعني كتاب مهمي الحمد لله راك على الطريق الحمد لله تقدر توري لي واش راك داير اليوم نركزوا على التفاصيل بزاف الله يبارك وهذه 50 الف ولا شي 50 الف بون هذه الشيخ اسمها ايتيل دوكيمونتير صافي يتعلموا منها دقه الملاحظه عندها بزاف فوائد من بين هذه الفائده هي دقه الملاحظه يتعلم كيفاش يسيني الحاجه اللي قدامه اللي نمدها له انا كاستاذ والله يمدها هو يعني اللي اختارها هو ساعات يكون اختيار تاعي انا ساعات يكون تاعه يتعلموا من خلال دقه الملاحظه تعاونهم في الخدمه يعني المستقبليه نتاعهم دائما في مجال الفن التشكيلي الاعمال هذه اللي بوختري هذه اعمال نتاج تاع الطلبه منذ دخولهم يعني ملي بداو يعطوني هنا منذ الدخول تاعهم 3 mois كان النتاج تاع واش تعلموا معايا انا وثاني بفضل حبهم والفروج تاعهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم الاستاذ ميمون عبد الكريم مرشد تعليم الثقافه الموسيقى كما راكم تشوفوا الله يبارك سعيد شني هل تري الله يبارك من بو خميسه ولا من بو خميسه الله يبارك احكي لي كي بعد جيت لهنا والله انا نحب الجيتار وكيما نقولوا ما كانش وين نريبيتي مع جماعه وكذا وجيت لهنا باش نتعلم ونستفاد من وقت بديت العام اللي فات ها ودوك واش راك تعرف دير تقدر توري لي تفضل واو هذا العام برك عندي واحد قريب شهر وش رايك يعني بالورشة يعني لا الورشة مليحة كما نقولوا فضاء يتلقوا فيه ونمارسوا كما نقولوا الحاجة اللي نحبوها ها لا في سيرتو في مشي لهنا ما عندناش فضاءات وين نبينوا الطاقات تاعنا وين نتلاقاو مع اصحابنا نتعلم اه لا هنا راه فضاء بالنسبه لدار الثقافه يعني راهي فاتحه باب كل من حاب يتعلم الموسيقى سواء الالات الجيتار او الكمنجة او البيانو وحتى الغناء يعني بصفتي انا متخرج من المعهد العالي يعني نجرب والله نحاول نقدم اي شيء اللي نقدر عليه يعني صراحه على مدار يعني عندي مده نخدم هنا في الورشه صراحه يعني كاين بزاف اللي فاتوا وتعلموا منها وكاين اللي راهم يعني عازفين محترفين كاين اللي راهم في المعاهد العليا يقراوا وكاين اللي صراحه اللي دخلوا المعاهد العليا وخرجوا وراحوا لي بورس لي طرونجي يعني اي واحد عنده موهبه والله يعني ما يترددش ويجي لدار الثقافه ويتعلم والموسيقى يعني ماهيش سهله او مش صعيبه يعني هي الاراده لما تكون عندك اراده ومؤمن موهبه اكيد توصل يعني كاين بزاف اللي يجيو لدار الثقافه يحب يتعلم موسيقى يعني هو يقول باللي فرا ما بين ليله وضحاها راني نتعلم وينعزف لا يعني لازمها ممارسه الانسان يطول باله ويخدم العمل
كاين حاجه ثانيه، الموهبه تلعب دور، الموهبه تلعب دور يعني في الموسيقى. الانسان كيعود موهوب وعنده موهبه تاع موسيقى وشوف روحو صغير في السن يعني يتعلم الآلة ويشري آلة، اللي عنده يحب لا جيتار والله يخبي دراهم ويحاول قدر المستطاع انه يشري جيتاره كامل في دينار هذاك ويتعلم. يحب الكمان يسعى ويشتري آلة. البيانو ثاني كيف كيف، الآلة يعني ضرورية جدا، ضرورية جدا أن واحد يقعد عنده آلة في الدار يقدر يتعلم ويوصل. كتعود ما عندكش آلة في الدار يعني طول شوية تتعب، واللي ما عندوش آلة يعني وما يقدرش يعني دار الثقافة راها مفتوحة ولا غير في كل وقت وفي كل آن، حتى وبخلاف الدروس اللي أدوها بالست العشية والثلاثة عشية يقدر ينسق مثلا مع المستشار، المستشار الثقافة هنا ودار الثقافة فتح البيبان يجي يعطي له المفتاح ويتعلم على روحه. الآلات كاينين، كاين الآلة، كاين الجيتار، كاين الكمانجا، كاين بيانو، كاين لافيوت، كاين بيانو، كاين لاباتري، كاين دربوكا، يعني كل واحد وكل واحد وكيفاش اللي يحب يتعلم يعني يتعلم. كاين اللي جاونا ما عندهمش آلات واستغلوا غير الساعات هذيك والله العظيم غير تعلم. وهكذا بيبقى وتبقى الآلة يعني صراحة في راسي يعني هما كاين 3 ساعات 6 ساعات في الأسبوع، وكيما راكم تشاهدوا راح يجيني النشاط قائم في هذه اللحظات.